عجب 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 يمو الاسم في حرب المرض الكعب عين هديك الكبدة حتى لو طالت المدة الغلط تفضل غلط ما تعملش في شدة عين اديك الكنتة حتى لو طالت المدة الغلط تفضل غلط ما تعملش في شدة عجب بكمل ليك الفهم لوقع ليك الما بتفهم انت بس ارخي جسمك اسمع قبل بكرة يجيك ندم عجب 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 بحرب المرض الكعب كعب 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 عجب 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 بحرب المرض الكعب كعب 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 عجب 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 بحرب المرض الكعب كعب 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 انت عارف العجب ولا بكره ماشي الدهب دهب شنو يا كابوس يا زلمه زلقت انا ما انغصتك انغصتك منه انا منغص اصوله لا ما تقول لي اصوله فصلي يا بعدين ليش انت رابط راسك بالبلاد وطرحها كده مالك يا زول؟ امبارح مشيت عملت لقاح الكورونا ده عمل لي صداع في الراس ده ايوه جتني لك الكلام بتاعي جتني لك الكلام بتاعي لانه اللقاح ده عنده اعراض جانبيه واعراض خفيفه جدا يعني ممكن تجيك حمى خفيفه ممكن تجيك صداع لكن انا محتار يا كابوس كابوس تلهط كابوس تاكل كابوس ليختك فل ليختك فل يا كابوس ما المفروض تجيك اعراض ذاته انا مستغرب ذاته الصداع جاي كيف ذاته يا كابو هناك يا حاج ما تعترم نفسك يا حاج انت زول كبير ما تعترم نفسك يا اخي ايوه كده انت غلطت غلط كبير جدا اول حاجه نزل كراعك دي نزل كراعك وانت غلطان غلطه كبيره شديد وانا بحسب من واحد لثلاثه تفتح بس لو ما فتحت تبقى اوديك جنازه كذابه عرس عديل يبالغ لكن مو معليش شو بكون عبد الله بص عبد الله رجل مين ما عرس مرته بقى مصاحب ليك الهادي ده يا حليل المسكينه والله العظيم واولاده غيرتهم عليه من الرجال يا زاو ماشي طب اسمعي دقيقه برجع عليك تعالي هنا ماشي وين ماشي وين انت يعني ماشي وين ما قالوا تطعيم مجان وانا ماشي اطعم غب عليك تطعمي تطعمي كيف يعني انت ما سامعه اقول لك التطعيم ده بيجيب امراض وامراض القلب وز كثيره وبعدين خطر الدكاتره قالوا ما تطعموا وانا ما كلمتك مش قاعده تنزل مشهور بالكلام سامري ذاتها قالت الموضوع ده اشاعات معناته اشاعه خلاص يا زول امشي واحجزي لي انا ذاتي بيجي الطعم بكره مش بالحجز تمام على غايته خلق الله يعني اشاعه يعني سميه دي يا سميه اسمعي تاني من يوم الليله لا بيني لا بينك اي يا اختي شبكاني اشاعات وتنزلي لي في المنشور وتعالي وشوفي ده وشوفي ده واللي دارين انا نقعد ما نطعم يعني نموت يعني كورونا تقتلنا ما هذا قالوا في تطعيم والتطعيم ده بيقلل اللي هناي ده يعني بينغز الناس انت دارانا نموت نحنا وتنشري في الاشاعات تاني بس يا زول كلمتك اقطع على اختي بكره ثاني يا شرمة يا اخي انت من زمان ما الناس بيقروا في الجرايد ما نسوي شنو يا شرمة يا اخي الناس اتطورت والواتساب ما خلى اي حاجه دي عاداتنا وتقاليدنا يا شرمة والله يا ود علويه بروف العجب ده عذب الناس عذاب ماله بروف العجب انت ما عارف نظامه يا اخي انت مالك ماله بيتكلم عن التلقيح بيتكلم عن الكورونا ده حاجة ما بتشملنا يا شرمة القليك منو يا ود علوية القليك منو ما بيشملك يا ود علوية التطعيم ده بيشمل أي زول كبير صغير شاب شابة مرأة راجل شين سمح والله انتو شفتوا انتو جوزة لو طعمت ساتو ما بيمشي فيكم لو طعمتوا ما بيمشي فيكم لأن أجسادتهم لذاتها مضادة عجب 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 في حرب المرض الكعب عجب 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 في حرب المرض الكعب